السلام عليكم، ازيك شباب؟ الاخبار معاك وسام سموري. هنمسك سلسله جديده، سلسله هتعجبكم قوي، بس انتوا لازم تساعدونا وتكتبوا في الكومنتس الخرافات اللي بتسمعوها. هنمسك خرافه خرافه ونشوف ايه راي سموري فيها ونحاول نفكر فيها بالعقل. اول خرافه معانا النهارده معروفه، كوتش عايز اخس اوعى تاكل وتنام. نقطة من أول السطر، إذن في خرافة بتقول إنه دايماً نام خفيف، ما تاكلش وتنام، لو كلت ونمت هيطلعلك كرش، هتتخن إلى آخره. هل دي حقيقة أم غير حقيقة؟ مبدئياً سموي بيقول غير حقيقية، إنها أكذوبة أشعة. طيب ليه؟ لأنه أنت عارف أنا ببني عضلات وبحرق دهون وبريكفر وعملية الاستشفاء، وكل ده بيحصل إمتى؟ مش بس وانا نايم، طول اليوم 24 ساعة، طول ما انا صاحي جسمي شغال، في اعضاء شغالة، في جهاز تنفس، في كبد، كلى، قلب، كل اعضاء شغالة طول اليوم. طيب انا دلوقتي تمرنت في اكتيفيتي في التمرين، طب بعد التمرين انا بعمل ريكفري، جسمي بيصلح العضلات اللي تأذت في هذا التمرين على مدار اليوم 24 ساعة، وعشان كده احنا بنحسب الكالوريز ان كالوريز اوت خلال 24 ساعة، مش خلال 8 ساعات ولا اي حاجة تانية. وده يودينا لحاجة اسمها الصيام المتقطع، ده اللي انت بتفضل صايم وبتاكل في عدد ساعات معينة. ده احنا مش بنتكلم عنه دلوقتي، احنا بنتكلم لو انا بني ادم طبيعي وعندي 4 إلى 6 وجبات يومية، هل اخر وجبه ممكن اكلها قبل النوم؟ نعم تقدر تاكلها قبل النوم، ومش هتاثر عليك سلبيا زي ما انت متخيل، ومش هتتخن ومش هيطلع لك كرش. انت كده كده بالعكس، دي اكتر فتره انت نايم ما بتاكلش فيها، فبتبقى عايز تضمن انه في غذاء في جسمك، عشان وانا نايم يبقى في بروتين، في امينو اسيدز بتروح للعضله بتعمل عمليه الاستشفاء اللي هي الريكفري. وعشان كده لو تفتكروا في فترة كنا بنشرب بروتين كازين مثلا، او اللي هو البروتين البطيء الهضم في رمضان مع السحور عشان يفضل في جسمنا مدة اطول، فنفس المبدأ. طب انا لو بشرب حاجة اصلا بطيئة عشان طول ما انا نايم بفرز باكل وبعمل عملية الاستشفاء، يبقى دي اصلا ما كناش هنعملها لو هي بتضخم. احنا طبعا متفقين، سام سموي بيقول ايه خير الامور الوسط دايما، وهو معترف بدي في حياته كلها في كل حاجة الا العربيات، هنا بنأفر، دي حاجة شخصية ملناش دعوة بيها. نرجع لخير الامور الوسط، انا لو وجباتي كلها زي بعض، يعني اول وجبة زي تاني وجبة زي تالت وجبة زي رابع وجبة، لو خامس وجبة قبل ما نام بنص ساعة مفيش مشكلة تاكلها، ما تخافش من الحتة دي. بالعكس لو نمت جعان فدي حاجة مش ذكية قوي، مش أحسن حاجة تنام جعان. جعان يعني جسمك محتاج تغذية، محتاج نيوتريشن، الحرق عندك هيبدأ يبطأ وجسمك هيبدأ يخزن لو جعت قوي لفترة طويلة. أنا ضد الجوع، لازم أول ما جوع آكل، أول ما جوع آكل، ولكن أنا برضو ضد الشبع، ركزوا في النقطة دي. يبقى أنا مسموح لي آكل وجبة قبل ما أنام، بس ما تكونش وجبة كبيرة جدا. ليه؟ لأنه أي وجبة كبيرة جدا جسمك هياخد اللي هو محتاجه. مثلا أنا أكلت، أنا حدي أي أرقام دلوقتي، 100 من أي حاجة، جسمي في حاجة إلى 50. طب ال 50 الزيادة اللي أنا أكلتها دلوقتي هل جسمي هيستفيد بيها؟ غالبا لا، يا إما هتنزل في الحمام يا إما ستخزن جزء منها كدهون لوقت اخر. فكده كده انا كل وجباتي لازم تكون معتدله، سواء اول ما صحيت من النوم او قبل ما انام على طول، الوجبه تكون متوسطه، ما اقومش شبعان جدا ولا اقوم جعان، اكل اللي جسمي محتاجه. سام سموي، اتمنى تكونوا اقتنعتوا وفهمتوا الفكر اللي انا بتكلم فيه. لو في نطاق الكالوريز بتاعتي اليوميه مش مشكله تاكل قبل ما تنام. دايما كل حاجة تعود انك تفكر بعقلك، مش بس تسمع اي حاجة وتنفذها. يعني لو في اي خرافة من الخرافات اللي هنتكلم فيها في السلسلة دي جت في دماغك،
او انا ما كلمتش عنها اكتبوها في الكومنتس تحت وتعالوا نفكر فيها مع بعض بعقل، يعني نفكر فيها بالاكسبيرينس على قد الكلاينتس اللي عدوا عليا وعلى قد التجارب وعلى قد الدراسات الجديده، لانه في حاجات من دراسات قديمه جدا ودلوقتي اثبت عكسها. فتعالوا برضو ناخد كل خرافه واحده واحده مع بعض ونفصفصها كده ونشوف لو الكلام ده ليه يعني كومن سنس، يعني مخك سيقتنع بيه، ولا احنا بس هنعمله عشان اتقال عليه كده. سام سموي خرافات. Let's get it.